سلمان الفارسي من وين جاء؟ ترى جاء من طهران، من إيران اليوم، وتراه ابن عز. وهذه رسالة لعيالنا، اسمعوا يا شباب، ترى سلمان الفارسي ما كان فقير ولا كان عبدا ولا كان عاملا، كان ابن أسرة تحكم الأرض في ذلك الوقت في بلادهم، في بلاد فارس، لكنه بغى يبحث عن الحق، يسمونها الباحث عن الحقيقة. تنقل 5 أماكن، طلع من طهران إلى الشام إلى العراق، العراق مرتين، انتقل في منطقتين في الموصل وفي بغداد، ثم يطلع منها إلى عمورية، وكل شوي يروح له عند شخص من الرهبان في الكنائس ويقول له أنا ما عندي مال، أبى أشتغل عندك بعرقي، تعبي هو جهدي الذي بيني، هو راتبي بمعنى أصح، وأبغى منك فقط تعلمني. يقول فلما أجلس فترة طويلة يجي هالرجل هذا الراهب الموت، فأقول له أوصني أروح أتعلم ممن، أخذ العلم ممن. اليوم عندنا عيالنا أحيانا يتلقى في المعلومة من تويتر ومن السناب ومن الساقط، وكل ساقط له لاقط على ما يقولون. لا، المسلم ما يأخذ المعلومة إلا من مصدرها الصحيح. ولذلك سلمان الفارسي يقول لكل شخص قبل يموت توصيني أروح لمن، يقول اذهب إلى فلان في البلد الفلاني فإنه أعلم الناس، لين وصل عمورية، يوم جاء بيموت اللي هو عنده قال توصيني أخذ العلم من من، قال والله يا بني لا أعرف أحدا على وجه الأرض أعلم مني. طيب كيف؟ لكني أعرف أن هذا الزمان زمان خروج آخر نبي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في دين المسيحية. قال طيب وين بيطلع فيه وما هي صفاته؟ قال في بلاد العرب، ويخرج في أرض تحيط بها النخل، وهي بين حرتين، حرة المدينة الشرقية والغربية، الجبال السود أو الحجر الأسود. طيب وش مواصفاته؟ يبغى يسمع الكلام قبل يموت الراهب. قال وصفه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 2، أن في كتفه شامة وعلامة النبوة. يقول فمات هذا الراهب وأبقى لي شيئا من المال والغنم، وسمعت ببعض التجار العرب، عرضت نفسي عليهم، يوم عرضت نفسي عليهم قالوا تعال اطمعوا في ماله وفي حلاله، فقال خذوا هذا المال وأوصلوني إلى بلاد العرب. وافقوا، ولكن في نصف الطريق خانوه وباعوه، فاشتراه يهودي وسار عبد. ترى بالمناسبة احنا الحين يمكن نقول قصة سلمان في 3 دقائق، ترى هالقصة مر عليها قرابة 20 سنة، يعني التنقل من يوم خرج حتى وصل المدينة قرابة 20 سنة، هذا أقل من قال من أهل السيرة. ثم بعد ذلك باعوه، باعه إلى يهودي، اليهودي هذا زاره ولد عمه وشاف سلمان الفارسي شاب، أو خلنا نقول غلام عبدا نشيط، خادم نشيط، قال إن غلامك هذا نشيط، قال تريد أخذه مني هدية لك، وأهداه إلى هذا ابن عمه، ابن عمه هذا من يهود المدينة. يقول فأخذني، فساق الله أقداره أن يكون هذا من أهل المدينة يثرب. يقول فلما دخلت المدينة فأشوف النخل، وكأني بديت أسترجع وصف الراهب قبل موته. يقول فنظرت لكني ما قدرت أقول له في الليل، فدخلت حتى أصبحنا في الصباح، ثم ذهبت في الصباح أتأكد هل هي المدينة ولا ميبي، فتأكدت فإذا بها مدينة رسول الله، النخل يحيط بها بس ما بعد تأكد 100%، وفيها حرتين. يقول وأنا جالس على النخلة أو واقف في النخلة أصرم تمرها وثمارها، وهو يصرم الثمر زار هذا اليهودي ابن عم له، وكان يحدثه قال أما سمعت بابن أبي قيلة أو بني قيلة؟ قال من هم بني قيلة؟ الأوس والخزرج، يقولون بأن نبي آخر الزمان قد أقبل عليهم. يقول ارتعدت فنزلت، فلما نزلت سألته قلت أعد علي، تخيل خادم يسأل سيده، يقول فصفعني سيدي قال لا تسأل مرة ثانية وارجع إلى ما أنت عليه، ثم يذهب. يقول فتحينت اليوم الثاني فأخذت معي تمرا، لأنه سمع أن الرجل يقول لليهودي، لليهودي هذا أن النبي يقول أنه موجود في قبة. يقول فأخذت تمر ودخلت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالس ما يعرفه. يقول دخلت فقلت بلغني أنك أتيت من مكان بعيد ومعك أصحابك جوعا، فأخذ مني هذا الطعام صدقة. يقول يوم قلت صدقة يسوي الاختبار الأول. يقول فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه وقدمه لأصحابه، قلت هذه الأولى. يقول فرجعت وانتظرت أياما، ثم أخذت تمرا مرة ثانية فأتيت فإذا بالنبي قد وصل إلى المدينة، فقدمت هذا التمر وقلت هذا هدية مني،
يقول فأكل منه النبي وأكل منه الصحابة وقلت هذه الثانية. باقي الآن كم؟ باقي واحدة اللي هي العلامة وختم النبوة في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول جئت مرة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة، مقبرة البقيع، يدفن أحد أصحابه. يقول وأنا الآن همي شغلي الشاغل إيش؟ أبغى أشوف الختم اللي في كتفه. والرسول عليه رداء، الرسول يلبس أحيانا ثوب، يلبس إزار ورداء، فعليه الإزار والرداء. يقول أمشي وراه ورا كتفه ألاحق، أود أن الرداء يسقط ويطيح علشان أشوف ختم النبوة. يقول فنظر إلي النبي فماذا فعل؟ شوفوا، يقول فأخرج النبي كتفه وقاشف، يقول فرأى هذا الكتف ورأى فيه ختم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما رأيته انكببت، يعني طحت بين يدينا وأمسكت بكفي النبي، جلست أقبلها وأحب يدينا وطحت بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول ما شأنك؟ أنت من أنت؟ وش قصتك؟ وش اللي حاصل؟ شوف رفع المعنويات عند النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل بروح النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. علمه، قال أنا اسمي سلمان وهذه قصتي، وقال له متى خرجت وكيف خرجت وكيف وصلت إليك، واه واه واه. فبلغ الخبر النبي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس أو عبد الله بن عباس وقال اسمع منه، فسمع منه. ولما العباس فلما بدأ يسمع منه جلس يبكي العباس، فقال قلها للناس. شوف الرسول يقول، شوف هذا روح رفع الروح المعنوية، يقول يا سلمان تكلم، كأنه يقول أنت عندك قصة نجاح لازم ترويها لنا نرفع من معنوياتك. هل أنت عطيت ولدك فرصة أن يتحدث عن نجاحاته؟ بنتك عطيتها فرصة تتكلم عن نجاحاتها؟ هل فتحت المجال أنت كمدير إلى مرؤوس لديك أو موظف يعمل معك أن يتحدث عن نجاحاته، عن طموحاته، عن رغباته؟ هذا فعل النبي، تكلم سلمان. وبعدين في رسالة ثانية، رسالة للمهاجرين، أنتم جيتوا من وين؟ 400 كيلو من مكة، لكن هذا جاي من طهران من بلاد فارس، يعني المسافة كم؟ والتبعات صح أن تبعاتكم كبيرة وتحملتم الشيء الكثير وجزى الله عنا المهاجرين والأنصار خير الجزاء، لكن شوفوا هالمسكين من وين جاء، فيها رفع لروح المعنوية للمهاجرين. يقول إذا شفت مصيبة غيرك كانت عليك مصيبتك، وهذا اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع معنوية سلمان ورفع معنويات المهاجرين. لذلك في أحاديث فيها يعني ضعف أن لما سمعوا المهاجرين قصة سلمان قالوا سلمان منا، يعني مثلنا. قال الأنصار بل سلمان منا، حنا مثلنا. قال النبي بل سلمان منا آل البيت، يستحق أن يدخل معي أنا في مكانتي الخاصة للحالة التي مر بها. هذا رفع لروح المعنوية، ارفع روح الناس المعنوية يا أخي الكريم، خليك يا أخي مبشر غير منفر. ترى شر الناس وأهلك الناس وأبغض الناس اللي يتقيه الناس اتقاء شره، ما يبونه الناس. خليك إنسان متفائل حتى إذا رآك الناس استبشروا، وأفضل الناس من رآه إذا رآه الناس ضحكوا وابتسموا. بعض الناس سبحان الله إذا شفته تضحك بدون ما يتكلم وتبتسم ويتهلل وجهك، ليش؟ لأنك ترى إنسانا ذو بشر، ذو فأل، ذو مكانة، عنده فن في رفع روح الناس المعنوية. بل النبي صلى الله عليه وسلم واصل مع سلمان في أمر ثاني. سلمان الفارسي لما جاءت، لما حدث لما حدث، قال له الرسول سلمان لماذا لا تكاتب؟ وش معنى المكاتبة؟ يعني هو الآن عبد عند يهودي. المكاتبة أنك أنت تدفع فلوس تعتق نفسك، ما يشتريك أحد. فقال ما عندي شيء يا رسول الله أكاتب به سيدي. قال نجمع لك، حنا نعطيك، راح أسأله كم. فراح قال له أنا أبغى كاتب، أبغى أدفع لك مال وتعتقني، وطلب منه طلب تعجيزي، قال تعطيني 40 أوقية ذهب و300 فسلة نخلة، أبغى أغرس نخل. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اجمعوا لي أخيك، مجمعوا له 40 أوقية، بقى النخل جمعوا له، هذا يجيب نخلتين، ذا ثلاث، هذا أربع، ذا عشر، ذا 20، حتى اجتمعت 300. هم يقدرون يأخذون النخل ويعطونه إياه مع السلامة. الرسول قال لا، اذهبوا واحفروا، احفروا مكان النخل 300 حفرة، ولا تغرسوها حتى آتيكم أنا. يبغى يغرسها، وقال لا تضعونها في الأرض حتى أجي أنا. ليش يا رسول الله؟ مدام عطيناها النخل وخذ الذهب خلصنا. لا، حتى آتي. شوفوا لاحظوا هذه نقطة مهمة، الجمال في حياة الناس وتجميل حياة الناس، الكلمة الطيبة، تجميل أماكنهم، تجميل بيئتهم، سبب في رفع روحهم المعنوية. الرسول قال أغرسها، لأني أول مشروع تشجير
لتحسين البيئة في المدينة. أنا أبغى الناس إذا شافت الأشجار تسر وتفرح، جمال الأرض، جمال الطبيعة، جمال المحيط، جمال المكان اللي أنت فيه، هذه رفع روح معنوية. جمل بيتك، جمل مكانك، جمل مظهرك، جمل كلامك، جمل حياة الناس بأن ترفع روح معنوية. أقسم لك بالله أنها سنة نبوية. أخيرا سلمان الفارسي يوم حفر الخندق، ما اللي اقترح على الرسول بحفر الخندق؟ سلمان، العرب ما تعرف حفر الخنادق، يعرفونها الفرس. قال يا رسول الله كنا في بلادنا إذا حوصرنا خندقنا، يعني حفرنا. يوم حفروا الخندق حفروا الصحابة 650 متر طولا العرض، 650 متر أو طول المكان، وعرض الحفرة، عرض المكان كم تتوقعون؟ قرابة 9 متر وعمقها 5 متر. فلما حفروا حطهم الرسول 25 مجموعة وكان يشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قابلتهم حصات كبيرة. الحصات هذه جاية في النص، يعني إذا ما كسروها بتصير مثل الجسر، فما استفدنا من الخندق شيء. ضربها أبو بكر ما انكسرت، ضربها عمر ما انكسرت، ضربها عثمان ما انكسرت، ضربها علي وعدد من الصحابة. فقال النبي اتركوها لي. بسم الله، سلمان واقف، شوف رفع المعنوية، بسم الله، الله أكبر، فتحت فارس. بلادك يا سلمان فتحت فارس، كأنه يقول ترى بلدك بتفتح وراح ترجع لها. أي رفع روح معنوية عندك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، وصلى الله عليك.